السلام عليكم. هنتكلم في الفيديو ده عن ال DHCP rule. المفروض ان السيرفر الموجود عندي في الشركة هشغله ك DHCP، يعني مسؤول انه يوزع اي بيهات على الكلاينتس اللي موجودين جوه الشركة. طيب ال DHCP دوت بيتعمل على السيرفر اللي هو متسطب عليه الدومين كنترولر عادي، ولا على سيرفر تاني؟ لو في امكانية ان يكون في سيرفر مستقل يكون احسن، لكن لو مفيش هيكون على السيرفر الأساسي وخلاص. لكن لو هيكون على سيرفر لوحده لازم النسخة اللي تكون محطوطة عليه هي نسخة سيرفر، تمام؟ ولازم كمان يكون السيرفر ده معمول له جوين في الدومين الأساسي. طيب لما يجي كلاينت ياخد اي بي من السيرفر ايه اللي بيحصل؟ اول حاجة الكلاينت بيبعت DHCP discovery، بتتبعت كبرودكاست في الشبكة كلها لحد ما بتوصل لل DHCP سيرفر. بعد كده هيبدأ الدي اتش سي بي يرد عليها بدي اتش سي بي اوفر. طيب ايه هو الاوفر ده؟ الاوفر ده هو عبارة عن اي بي. الاي بي دوت بيكون من الرينج اللي موجود على السيرفر، من على الدومين يعني، تمام؟ ومعاه كمان مجموعة اوبشنز. الاوبشنز دي عددهم الكلي 255، منهم السبنت ماسك اللي بياخده، والماك ادرس والدي ان اس، لا مش الماك ادرس سوري، السبنت ماسك والجيت واي والدي ان اس والتايم سيرفر، مجموعه اوبشنز كتير بتتبعت مع الاي بي للجهاز ده، تمام؟ لما السيرفر بيرد على الكلاينت باوفر، الكلاينت بيرد عليه بريكوست، معناها ان هو خلاص اخد الاي بي اللي بعته له، فبيبعت له ريكوست بيقول له خزن عندك الاي بي ده ان انا خدته، بحيث انك ما تديهوش لحد تاني. فبيبدا السيرفر يخزن الاي بي ده والماك ادرس بتاعه وحاجه اسمها الليست تايم. الليست تايم دي اللي هي ايه؟ معناها الاي بي اللي الكلاينت خده مسموح لوقت قد ايه. فرضا ان لو الليست تايم 8 ايام، وال 8 ايام دي المده الديفولت بتاعت مايكروسوفت، تمام؟ يبقى بعد 8 ايام الاي بي ده هيكون اكسباير، يعني لو الجهاز ما اشتغلش في فترة لمدة 8 ايام الاي بي يعتبر اكسباير. ممكن يعني بعدها ممكن السيرفر يديه لحد تاني، لان معناها ان الكمبيوتر ده ما فتحش لمدة 8 ايام، فهو عمل اكسباير، يعني خلاص هو بالنسبة لك اكسباير ومسموح ان انا اديه لحد تاني. الليس تايم اللي الجهاز اللي السيرفر بيحطه اسمه تي واحد، تمام؟ اللي احنا فرضناه 8 ايام. جهاز الكمبيوتر بتاع الكلاينت ذات نفسه بيقوم حاسب لنفسه وقت تاني اسمه T2، تمام؟ اللي هو الرينيو تايم. الرينيو تايم ده اللي هو T2 بيكون T1 على 2 اللي هو 4 ايام. بعد كده كمان بيتحسب T3 اللي هو T2 على 2، يعني 4 على 2، يبقى 2 يومين. يبقى كده انا عندي T1 8 ايام، T2 4 ايام، T3 2 يومين. ايه دول بقى؟ فرضا ان جهاز الكمبيوتر عندي فضل شغال من يوم 1 لحد يوم 8 وما فصل، مش بيقفل، يعني مش معناها ان هو قفلته وفتحته تاني، لا ده فضل من يوم الاول لليوم الثامن شغال ما فصلش خالص. ايه اللي هيحصل؟ هيعدي اليوم الاول وهيعدي اليوم الثاني والثالث، وهيجي عند اليوم الرابع وهيبعت رسالة للDHCP سيرفر يعمل حاجة اسمها الرينيو، تمام؟ للليس تايم بتاعه ده. معناه يعني ان انا بلفت نظر الDHCP سيرفر ان انا لسه شغال، الجهاز ما فصلش وما قفلتوش، تمام؟ طب فرضا ده خلاص، فرضا بقى ان الجهاز جه عند اليوم الرابع وكان مقفول مش شغال، ده معناه ان هو هيبعت DHCP ريكوست تاني يجدد التايم بتاعه؟ تمام. يبقى في حالة ان الكمبيوتر بتاع الكلاينت شغال من اليوم الاول لليوم الثامن، بيجي في نص المدة اللي هي T2 4 ايام، يبعت يعمل رينيو، يبعت للDHCP سيرفر يعمل رينيو للليست تايم بتاعه. طب فرضا ان الجهاز كان مقفول، هل هيبعت حاجة للDHCP سيرفر؟ لا مش هيبعت. فبيبدأ السيرفر من اليوم الرابع عموما يستعد لاستقبال الرينيو بتاعت الكلاينت. طب لو الكلاينت كان قافل وما بعتش، هيبدأ السيرفر يستنى عليه مدة T3 اللي هي 2 يومين، بعد 4 ايام يبقوا 6 ايام. يعني انا دلوقتي لو جهاز الكمبيوتر بتاعي جه في اليوم الرابع وكان مقفول،
هيبدأ السيرفر يستنى عليه التي 3 اللي هما كمان يومين، يعني من اليوم الرابع لليوم السادس لو الجهاز ما اشتغلش يعني عمل له رينيو، هيبدأ الدي اتش سي بي سيرفر يعمل له هايد كأنه مش موجود في التايم تيبل خالص. من اليوم السادس لحد اليوم الثامن لو الجهاز برضو ما بعتش رينيو مسج، ده معناه ان الاي بي بتاعه اصبح اكسبايرد وبيعمل له ديليت خالص، وبيبدأ السيرفر يدي الاي بي ده لكلاينت جديد. تمام، يبقى احنا بنحسب في الليس تايم، ده السيرفر اللي بيحسبه، في الرينيو تايم، ده جهاز الكمبيوتر بيحسبه لنفسه، وفي كمان التي 3 اللي هو تي 2 على 2. تمام، لو فرضا قلنا ان الليس تايم 8 ايام، بيجي السيرفر عند اليوم الرابع يستنى من الكلاينت رينيو مسج. لو الجهاز مفتوح وشغال تمام بيبعت الرينيو، لو مش شغال بيبدأ يستنى عليه فترة تي 2 اللي هي 4 ايام. احنا استنينا ال4 ايام، بعد كده بيبدأ يستنى عليه يومين اتنين، لو ما بعتش بيتعمل له ديليت من يعني خلاص ببدأ ادي الايه بالنسبة لي الاي بي ده بقى اكسبايرد وببدأ اديه لشخص تاني. طيب تمام، احنا لما كنا مشغلين الاكتيف دايركتوري في الفيديوهات اللي فاتت كنا مشغلينها على اي بي فيرجن 4. طيب فاحنا ما عندناش سيرفر تاني، فهنشتغل على نفس السيرفر، فهنشغل الدي اتش سي بي على اي بي فيرجن 6. تمام، يبقى هحط ستاتيك اي بي فيرجن 6 من الرينج بتاع اللي هي 2000 نقطتين فوق بعض نقطتين فوق بعض سلاش 64، والدي ان اس اللي هو اللوب باك هيكون الرينج بتاعه 2000 برضو نفس النظام 64. طيب ازاي بقى بسطب الدي اتش سي بي رول؟ هي الفكرة ان انا كنت مسطبوها. تمام، فاحنا ممكن ايه، انا كنت واخدة منهم سكرين شوتس يعني، وممكن نشوف السكرينات دي. طيب انا كنت بسطبها ازاي؟ باجي من عند، يا اما باجي هنا اقول add rules and features، يا اما باجي من هنا اعمل manage. هو بس الجهاز بطيء شوية. واعمل add rules and features. زي ما سطبت الاكتيف دايركتوري عادي خالص، بيديني الاول شويه شروط، ان الادمنستريتور اكاونت يكون عنده سترونج باسورد، ولازم النتورك بتاعتي يكون عندها ستاتيك اي بي، ولازم الابديتس. تمام، هعمل نيكس. عايز تسطبها على السيرفر ده ولا على سيرفر تاني؟ لا، على السيرفر ده. شرحنا برضو الحاجات دي لو احنا بنسطب الاكتيف دايركتوري. بيختار الجهاز اللي هيضيف عليه، السيرفر اللي هيضيف عليه الرول، وبعد كده بيبدأ يدور على الرول بتاعتي. اللي هي انا كده كده كنت مسطباها، فعشان كده هو ايه مش مفعلاني، فبختار الدي اتش سي بي وبعمل نيكست. مش هعمل نيكست لان انا مخترتش. المهم هعمل نيكست، وفي الاخر هعمل انستول وهستنى لحد ما اتحمل. بعد ما تخلص هاجي هنا هلاقيه بيقول لي ان انا لازم اكمل الكونفيجوريشن بتاعت الدي اتش سي بي. تمام، من عند النوتيفيكيشن زي ما انا ضغطت عليها هلاقي هنا بيقول لي لازم تكمل الكونفيجوريشن.
اللي هي عبارة عن ايه. هنا هفتح دي هلاقيه بيقول لي ان هو هيكون وهو بيعمل ده بقية الكونفيجريشن بقى. وهو بيكون الدي اتش سي بي رول هيكون جروبين اتنين، واحد اسمه دي اتش سي بي ادمنستريتورز وواحد اسمه دي اتش سي بي سيرفر يوزرز. بعد كده هيبدأ يقول لي specify the use the following user credentials. هيبدأ يختار انت عايز تنصبها على ايه. هقوله على ال FCI administrator واعمل commit. commit دي بمثابة ان انا هو كده بقى authorized. تمام، يعني انا اول حاجة بعمل manage وبعد كده بختار الفيتشر بتاعتي وبعدين بعمل لها انستول عادي مفيش مشكلة. من ضمن الشروط اللي احنا قلناها نعيد تاني عشان ما ننساش، ان هو من ضمن الشروط ان هو لازم على الاقل بيكون one static IP، وكمان الحتة دي اللي احنا ما قلناش، وكمان ال DHCP server يكون الرينج بتاعه، يعني ال DHCP ده اصلا وظيفته ايه، ان هو يوزع اي بي هات. فلازم احدد له static IP one static IP. دي الشروط اللي هنا تقريبا. ثواني التالتة مش موجود. طيب احنا قلنا بعد كده بروح عند علامة notification ونعمل complete للconfiguration. تمام، طيب هنقول بنعمل الخطوة دي ليه بعدها كمان شوية. المهم احنا قلنا ان هو هيعمل two groups، واحد اسمها DHCP admin واحد اسمها DHCP users، وبعد كده هيسأل على الكريديشنال بتاع الادمنستريتور. هو مسجل اليوزر نيم لان انا اصلا داخله بالادمنستريتور. تمام، عامله لوجن كادمنستريتور، فهو ما طلبش مني الباسورد لان انا اوريدي مسجله بيه. تمام، يعني انا لو مش عامله لوجن بالادمنستريتور دلوقتي كان هيطلب مني ان انا ادخل اليوزر نيم والباسورد. وبعد كده بعمل كومنت زي ما قلنا، دي بمثابه ان انا عملت اوثورايزيشن للدي اتش سي بي سيرفر. يعني ايه؟ يعني خليته اوثورايزد سيرفر. تمام، ليه بقى؟ علشان احميه من حاجه اسمها DHCP spoofing attack. يعني ايه؟ يعني عادي جدا ان اي جهاز موجود في الشبكه يسطب الرول بتاعه ال DHCP ويبدا يوزع اي بي هات عادي. تمام، ده يعتبر attack. جهاز بيوزع اي بي هات مع السيرفر الرئيسي فده يعتبر attack. عشان كده لازم السيرفر الرئيسي بتاعي يسجل نفسه ك DHCP سيرفر داخل الدومين، ولما الكلاينت يبعت ديسكفري ويترد عليه باوفر ما يتردش عليه غير من السيرفرز، غير من السيرفر اللي مسجل نفسه كدي اتش سي بي داخل الدومين، عشان اتجنب النوع ده من الاتاك. تمام، فعلشان كده في النوتيفيكيشنز بيطلب مني ان انا اكمل باقي الكونفيجريشن بحيث ان اللي داخل كادمنستريتور والسيرفر ذات نفسه يكون مسجل نفسه في الدومين بتاعي، علشان لما يجي يبعت اوفر نبقى متأكدين ان الاوفر ده جاي منه هو مش من اي كلاينت باعت بيسأل على اي بي. تمام، دلوقتي لو جيت من تولز بعد ما سطبت، خلاص كده انا سطبت لو سطبت الرول هلاقي في حاجة هنا زادت اسمها الدي اتش سي بي. هنفتحها بقى نشوف جواها ايه. لو فتحته هلاقي جواه حاجة اسمها dc.fci.com. ده اللي هو ايه؟ ده اسم السيرفر اللي شغال كدي اتش سي بي سيرفر. تمام، ده اسم السيرفر اللي شغال كدي اتش سي بي سيرفر. لو فتحته هلاقي جواه حاجتين اتنين، اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. معناها ان هو بيقدر يوزع اي بي هات على مستوى فيرجن 4 وفيرجن 6. طب لو فتحت مثلا اي بي فيرجن 4 هلاقي جواها ثلاث حاجات، سيرفر اوبشنز والبوليسز والفلتر. عشان اعمل اي بي رينج اوزع منه اي بي هات، الاي بي رينج اللي انا هعمله ده اسمه سكوب. تمام، طيب ازاي اكريت سكوب؟
السكوب اللي هو رينج جديد يعني. باجي على اي بي فيرجن 4، رايت كليك، نيو سكوب، نيكست. بيقول لي سميه لي، هسميه مثلا سكوب 1. بعد كده بيقول لي دخلي الستارت اي بي والاند اي بي، الرينج بتاعك بيبدأ منين وبينتهي منين. هقول له بيبدأ من 10.001 وبينتهي عند 10.255.255.254، اللي هو الرينج بتاعي اصلا، تمام. وهنا البريفكس بتاعي اللي هو 8 او السبن في مصر، هو بيبقى كاتب اوتوماتيك يعني. بعمل next. بيقول لي هنا هل انت عايز تستثني رينج معين من الرينج الاساسي او اي بي معين من ضمن الاي بيهات المتاحه دي، لان الاي بيهات المتاحه دي هيبدا يديها للكلاينتس. ولو لاحظت هلاقيني مديه السيرفر الاصلي 10.001، فلازم استثنيه من الرينج علشان ما يديهوش لاي كلاينت تاني، واقول له next. ده الليز ديوريشن. الليز ديوريشن ده اللي هو الليز تايم اللي احنا اتكلمنا عنه، وهو الديفولت بتاع مايكروسوفت 8 ايام. الليز تايم ده احنا قلناه. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي هو الليز تايم، لان احنا اتكلمنا عليه من شويه، عايزين نعرف الليز تايم ده بيتحدد بناء على ايه. بيتحدد بناء على التغيير اللي بيحصل على الشبكه بتاعتي. يعني لو عندي نتورك مثلا في ناس كتير جدا بتبدأ تاخد منها اي بيهات لمدة معينة وبعد كده بتمشي، تمام. زي الكافيهات مثلا، لما بيدخل فيها شخص ياخد اي بي وبعدها بشوية بيمشي ساعة ولا اتنين وبيمشي وخلاص انتهينا، وهيجي غيره وهيجي غيره. فبالنسبة لي كده انا بستهلك الاي بيهات بتاعتي بشكل كبير، تمام. والاجهزة دي بعد فترة لما الكلاينت اللي كان موجود هنا بيمشي خلاص ما بتبقاش شغالة. ده معناه ان النتورك بتاعتي بتستهلك اي بيهات بنسبة كبيرة. فالليز تايم بتاعي بيعتمد على التغيير الجامد او الكتير اللي بيحصل على الشبكة. لو بيحصل تغيير جامد في الاي بيهات لازم اعمل الليز تايم بتاعي صغير، بحيث ان يحصل له اكسبايرد بسرعة. ولو النتورك بتاعتي اجهزة ثابتة هي اللي بتشتغل كل يوم، يبقى خلي الليز تايم بتاعها كبير. هنخليه هنا على الحالة الديفولت 8 ايام. هنا بيقول لي Do you want to configure the DHCP options for this scope now؟ هل انت عايز تطبق السكوب دي دلوقتي ولا تستنى عليها شوية؟ لا انا عايز اطبقها دلوقتي. فبيقول لي to add an IP address for a router used by the client. الاعدادات بتاعت الجيتوي يعني ايه؟ يعني بحط لي اي بي بتاع الجيت واي، بحيث ان لو الشركة بتاعتي خرجت بره بيبقى ليها الجيت واي بتاعها، مش لازم نحط الجيت واي دلوقتي. بعد كده بيتكلم على الدي ان اس في السيرفر. هو اوتوماتيك اصلا ضايف الاي بي بتاع الاكتيف دايركتوري اللي هو 10.001. لو في دي ان اس غيره بضيف الاي بي بتاعه، فهو كده خلاص يعني. بعد كده الوين سيرفر دي سيرفيس قديمة ما بقتش تستخدم دلوقتي. بعد كده بيسألني Do you want to activate this scope now؟ عايز تأكتف السكوب دي دلوقتي؟ اقول له ايوة وفينش. هلاحظ ان نضاف عندي السكوب ده، تمام. ظهر في ايه؟ في اي بي فيرجن 4. لو جيت فتحت السكوب اللي انا عاملاها دلوقتي هلاقي فيها كذا حاجة. اول حاجة الادرس بول. الادرس بول دي بتعرفني الرينج منين لفين، تمام. اهو بتعرفني بداية الرينج ونهايته، تمام. طيب المفروض ان انا كنت مستثنيه ال
مفروض ان انا كنت خلينا نمسحها ونعملها تاني، علشان انا كنت مستثنية بتاع السيرفر، هنسميها مثلا سكوب 1-10-0-0-1-10-255-255-254 next. عايزة 10، ما عملتلوش اد، ما عملتلوش اد من هنا كده، انا قلت له استثنيلي ده من الشبكة بتاعتي، قصدي استثنيلي ده من الاي بيهات اللي عندك اللي انت هتوزعها على الكلاينتس، وكل ده تمام 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 فينيش. لو جيت فتحت السكوب هلاقي الادرس بول، لو فتحتها هلاقي اول حاجة اللي معمولة بعلامة خضراء دي، ده الرينج بتاعي، بدايته 10-0-0-1 ونهايته 10-255-255-254، واللي معمول عليه علامة اكس ده اللي انا عاملة له اكسكلود من الاي بي هات اللي موجودة عندي. تمام. طيب الادرس ريليزز، الادرس ليزز دي بمثابة الباين تيبل اللي هيبقى على الدي اتش سي بي سيرفر. تمام. هو دلوقتي فاضي عشان انا لسه ما ايه محدش خد اي بيهات عندي. طب تعالى نجرب بقى، ندخل عند الكلاينت. طيب انا حاليا داخله كادمنستريتور، بس هعمل سويتش يوزر عشان ادخل تاني قدامكم برضو، لان في الفيديو اللي فات ما كانش راضي يدخل لايرور معين. هنشوف دلوقتي. الفكرة ان انا دلوقتي بدخل على الكلاينت بتاعي كادمنستريتور، بحيث ان انا هغير من عليه اعدادات الاي بي، بدل ما هو شغال بستاتيك اي بي انا مديهوله، لا هخليه ياخد اي بي بشكل اوتوماتيكالي. تمام. وكده المفروض ان الجهاز هيبعت ديسكفري للسيرفر، والسيرفر هيرد عليه باوفر، وهنشوف الكلام ده بقى دلوقتي. عملت كنترول الت ديليت علشان اعمل لوجن. هو بيقول لي هتدخل كادمنستريتور، خليني برضو اعمل اذر يوزر، يوزر عشان اعرفكم انا دخلت كادمنستريتور ازاي. كتبت اسم الدومين بتاعي سلاش مايلة ناحية الشمال، FCI، ثواني، FCI، هو عمال يعلق من بدري يعني، عمل معايا نفس الحركة دي وادى ايرور وبعدين رجع دخل تاني. سبحان الله دخل. فأنا كده دخلت كأدمنستريتور، باجي عند الاي بي هات، انا فاكره دلوقتي ان انا بدل ما هو شغال بستاتيك اي بي، انا هجرب اخليه ياخد الاي بي بتاعه اوتوماتيكالي من الدي اتش سي بي سيرفر اللي انا كريته. بروبرتيز اي بي فيرجن 4، هخليه ياخد اوتوماتيكالي. تمام. وهعمل اوكي اوكي كلوز. عملنا كل حاجة اهو، عملنا ريفرش وجينا هنا، عملنا، عايزة اعمل ريفرش ليها،
هاجي عند السكوب، ادرس بول تمام، الادرس ليزز انضاف الجهاز اهو. الادرس ليزز دي بيكون موجود، ده الباين تيبل، معناه ان بيكون فيه الاجهزه اللي خدت اي بيهات بشكل دايناميكالي، اللي هو 10002 اللي انا لسه عاملاه دلوقتي. تمام. طيب بعد كده لو انا عندي برينتر بتشتغل بان اي سي بكارت شبكه، بتاخد اي بي بشكل دايناميكالي من الشبكه بتاعتي وبتشتغل عادي، فالليز تايم للبرينتر عموما بحط لها انفاينايت ليز تايم. معناها ايه؟ معناها اني بعمل ريزيرف للاي بي، الاي بي بتاعها ده والماك بتاعها ده، يعني بعمل ريزيرف للاي بي بتاعها للماك ادرس بتاعها. تمام. فعندي خانه هنا اسمها ريزرفيشن، دي موجود فيها الاجهزه، المفروض يعني يكون موجود فيها الاجهزه اللي حاجز لها اي بي على طول ثابت. تمام. لان في برينترز ما بيشتغلش عليها ستاتيك اي بي، دايما بتاخد دايناميك اي بي، فبحطها هنا في ريزرفيشن، معناها ان الجهاز ده ملوش ليز تايم، انفاينايت ليز تايم، الاي بي بتاعه على طول ثابت ما بتغيرش. تمام. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها سكوب اوبشنز، دي الاوبشنز اللي بوزعها مع الاي بي اللي اتكلمنا عليها، اللي بتتبعت مع الاوفر من الايه، من السيرفر. تمام. واوريدي اصلا انا كنت محدداها وانا بكريت السكوب، ممكن لو عايزه ازود اوبشنز بعمل عليها رايت كليك، كونفيجور اوبشنز، هيظهر لي دي الاوبشنز اللي انا عايزه اعملها، دي كل الاوبشنز اللي موجوده. تمام. ممكن اختار اي حاجه منهم تتوزع مع الاي بي عادي. وعندي نوعين من الاوبشنز، نوع على مستوى السكوب ونوع على مستوى السيرفر ككل. تمام. طيب عندنا لو دخلنا على الفلترز، الفلترز هنلاقي في حاجة اسمها allow وحاجة اسمها deny، يعني ممكن اخلي دي معناها ايه، ممكن اخلي مجموعه ماك ادريسز بس هي اللي تاخد اي بي من الدي اتش سي بي، واي ماك تاني مش هينفع ياخد ايه اي بي من الدي اتش سي بي سيرفر ده. تمام. فاللي معمول لهم الاو هنا دول اللي مسموح لهم ياخدوا، دول الماك ادريسز، ده ماك ادريس الموجود هنا اهو ماك ادريس، دول اللي مسموح لهم ياخدوا اي بي من الدي اتش سي بي سيرفر، واللي معمول لهم ديناي دول اللي مش مسموح لهم ياخدوا، دول الماك بتوع الناس اللي مش مسموح لهم ياخدوا دايناميك دي اتش سي بي سيرفر، دايناميك اي بي من الدي اتش سي بي سيرفر. تمام. هنتكلم دلوقتي عن ادفانسد دي اتش سي بي، هنتكلم عن حاجات ادفانسد شويه في الدي اتش سي بي رول. لو السكوب بتاعتي الرينج بتاعها خلص، يعني الشركه استهلكت الرينج كله، المفروض ان انا بعمل رينج جديده؟ لان الرينج دوت مش كل السبنت بتاعتي، الرينج ده جزء من السبنت، يعني لما الرينج ده يخلص مش معناها ان السبنت خلصت، لا بالعكس، فبكريت رينج تاني، يعني بعمل سكوب جديدة من نفس السبنت بتاعتي، يعني كده هيكون عندي 2 سكوبس، بس في الحالة دي كل واحدة فيهم بتشتغل بشكل منفصل، انا مش عايزة ده، انا عايزة لما الرينج بتاعي بتاع السكوب الاولانية يظهر، يبدا الاجهزه اللي بتبعت بعد كده ديسكفري تروح على السكوب التاني، فبضطر ان انا اكريت حاجه اسمها يوزر سكوب. اليوزر سكوب دي هسميها مثلا سكوب 3. الفكره من اليوزر سكوب دي بضيف فيها السكوب 1 والسكوب 2 اللي موجودين عندي، اللي واحده منهم فيها رينج والتانيه فيها رينج تاني من نفس السبنت، فالرينج الاولاني بعد ما بيخلص اوتوماتيك ببعت الديسكفرز اللي بتجيلي على الرينج التاني، علشان الموضوع ده يحصل لازم اكون مكريته سكوب سوبر سكوب، بحط فيها التو سكوبز دي. تمام. هو هنا بيقول لي الافيلبل سكوبز عشان انا مكريته واحده، فبيكريت واحده، فموجوده ظاهره هنا عندي واحده بس، فلو كريت كمان واحده هتظهر لي اختارهم الاثنين واعمل نيكست، هي في سكوب 3 وبيقول ان السكوبز
included in this super scopes، يعني السكوبز اللي انت اخترتها موجودة دلوقتي في السوبر سكوب، هعمل finish، فهيبدأوا يشتغلوا الاتنين مع بعض، ورينج يخلص نبدأ نشتغل على الرينج التاني. طب لو انا مسحت السوبر سكوب اللي انا بنيتها دي، هل السكوبز الصغيرة اللي تحتها، لو مسحت السوبر سكوب السكوبز اللي تحتها او اللي جواها هيتمسحوا؟ لا، هيرجعوا يشتغلوا تاني كل واحدة فيهم بشكل منفصل. تمام. طيب في نوع تاني من السكوبز اسمه مالتي كاست سكوب، تمام، بعملها للناس اللي بتبقى واخدة مالتي كاست ادرسيز، وناخد بالنا ان الرينج بتاع الادرسيز بتاع المالتي كاست بيبتدي من 224 زيرو 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 لحد اخر السكوب بقى. تمام، انا هنا مش هكريتها بقى، خلاص احنا عرفنا بتعمل ايه. تعالوا للناس المالتي كاست نعمل لهم مالتي كاست سكوب نيكست، بسميها مثلا سكوب 4 نيكست، بيقول لي الستارت اي بي بتاعك ايه والاند اي دي بتاعك ايه، مع العلم ان رينج المالتي كاست اهو. فانا ببدا ادي له رينج الاي بي بتاع البدايه والاي بي بتاع نهايه الرينج، واعمل نيكست وامشي عادي مع الخطوات واعمل فينش. فالناس اللي بتشتغل كمالتي كاست يبداوا ياخدوا الاي بيهات بتاعتهم من الرينج ده، من المالتي كاست سكوب اللي انا كريت ده. تمام. تمام. كده تمام، اتكلمنا عن السكوب، واتكلمنا عن السوبر سكوب، واتكلمنا عن المالتي كاست سكوب. طيب لو انا عندي سويتش وربط عليه اجهزه كتير جدا، وعندي دي اتش سي بي سيرفر، والشركه بتاعتي فيها خطين انترنت، خط منهم لموظفين الشركه اللي هو 10.0.0.1 10.0.0.100، والخط التاني بتاع الانترنت للمدير مثلا بيبقى 10.0.0.200. المفروض دلوقتي ان اوبشن الانترفيس هيتوزع كجيت واي، يعني انا دلوقتي عايزه احدد، انا عندي دلوقتي خطين انترنت، عايزه احدد الجيت واي، يعني انا دلوقتي عندي تو جيت وايز موجودين، ولكل خط انترنت لما باجي اعمل سكوب بعملها برينج، يعني لما باجي اعمل سكوب بعملها برينج من الاتنين دول. فلما باجي اوزع اي بي هات ومعاها اوبشنز، من ضمن الاوبشنز دي اللي هي الجيت واي. تاني، انا دلوقتي كسيرفر عادي لما بتجيلي ديسكفري ببعت اوفر الاي بي ومعاه شويه اوبشنز، من ضمن الاوبشنز دي ممكن تكون الجيت واي. طب انا دلوقتي عندي خطين انترنت في الشركه بتاعتي 10.0.0.100 و10.0.0.200، هكتب في الجيت واي بتاع خط الانترنت الاول ولا التاني؟ لو هنحطه بتاع الخط الاولاني بتاع الموظفين دلوقتي، اجهزه الشركه كلها المفروض ان هي بتطلع على خط الانترنت الاول. تاني، يعني انا دلوقتي عايز اضيف الاوبشن بتاع الجيت واي مع من ضمن الاوبشنز اللي بتتبعت مع الاي بي. تمام. ففي الجيت واي ده هحط الاي بي بتاع الخط الاولاني بتاع الانترنت بتاع الموظفين ولا الخط التاني؟ المفروض ان انا لو حطيت بتاع الخط الاولاني اللي هو بتاع الموظفين، اجهزة الشركة كلها اصلا هتطلع على الخط ده. تمام. طب فرضا ان احنا قلنا ان جهاز المدير ده بياخد سبيشال اوبشن لوحده، يعني لما الجهاز ده يبعت لي ديسكفري اديله الجيت واي بتاعه بتاع خط الانترنت التاني. يعني انا دلوقتي لو عندي اتنين خطين انترنت في الشركة، الخط الاولاني 10.0.0.100 والخط التاني 10.0.0.200، و10.0.0.200 ده عليه شخص واحد بس. فالفكرة دلوقتي لو انا حبيت اضيف اوبشن الجيت واي على باقي الاوبشن، هحط الجيت واي هو الاي بي بتاع خط الانترنت الاول اللي هو 10.0.0.100 بتاع الموظفين. تمام. بس انا دلوقتي عندي جهاز تاني واصل على خط انترنت لوحده مستقل عن الباقيين، فانا عايزه الجهاز ده المستقل لوحده ده لما يجي يبعت لي ديسكفري اديله جيت واي كسبيشال اوبشن من خط الانترنت التاني. بعمل الكلام ده بالريسيرفيشن، ان انا بثبت اي بي. تمام.
بعمل حاجة اسمها user class، وبعد كده بديفاين بوليسي بتخليني احدد ان الشخص ده هحط له الجيت واي بتاعته من خط الانترنت التاني، تمام. وبعد ما اعمل user class واحط عليها البوليسي ابدا اضيف الشخص ده جوه اليوزر كلاس دي، تمام. لو جيت مثلا على السكوب اللي احنا عملناه اللي هي 10.0.0.1 وجيت على سيرفر اوبشنز رايت كليك وعملت كونفيجيور اوبشنز، خليني اجيبها من بره، كونفيجيور اوبشنز، تمام. في عندي اوبشنز كتير. ايه انا عايزه دلوقتي الاوبشنز، الاوبشن بتاع الجيت واي اللي هو بتاع الراوتر، فهعمل كده هلاقيه بيقول لي دخل لي الاي بي بتاعك اللي انا عايزه اعمل له استثناء يعني، فهقول له مثلا اللي هو نقول اللي هو مين، عشرة مثلا 00210 اللي هو التاني بتاع كارت الشبكة التاني، واقول له اد واقول له اوكي كده. لو جيت لقيت عند البوليسز ضفت، هي دي انا كنت عاملاها من قبل كده فدي هنمسحها دي، تمام. جيت هنا لقيت نفسي ضفت بوليسي جديدة على الجيت واي بتاعة الراوتر، وضفت فيها الاي بي بتاع خط الانترنت بتاعي اللي انا عايز الشخص يطلع عليه، تمام. يبقى رايت كليك على الاي بي فيرجن 4 واعرف اليوزر كلاس. انا كده عملت البوليسي. طب واحنا عملنا اليوزر كلاس اصلا ما عملناش اليوزر كلاس، معلش هقف على اي بي فيرجن 4 واعمل define user class. انا اصلا كنت ضايفه user class قبل كده اسمه internet. طب لو انا عايزه اضيف تاني بعمل add، بختار اسمه هسميه مثلا هنا internet، تمام. وباجي عند الاسكي هنا واكتب نفس الاسم بالظبط هلاقيه بيحوله للاسكي واضغط اوكي، فبالنسبه لي كده انا ضفتها، فبعمل لها add خلاص هي دي انا كده كده ضايفاها اهو، خلاص كده انضافت. وجيت اول حاجة عملت اليوزر كلاس، تاني حاجة حطيت البوليسي اللي انا كريتها في الاوبشنز، حطيت البوليسي. بعد كده عايزة اضيف الشخص بقى جوه اليوزر كلاس ده، بعمل ايه؟ بروح عند اليوزر بفتح السي ام دي، بس الامر اللي انا هكتبه دلوقتي ده هو مش شغال عندي، انا بس هعرفه لكم، ممكن يكون مشكلة من عندي يعني الغلط من عندي، او انا فاهمة حاجة غلط، او انا ناسي اعمل حاجة في الكوماند مثلا في حاجة مش صح او كده. المهم ان انا بكتب اي بي كونفج، بعد كده بكتب set class id. set class id لايه بقى؟ لكارت الشبكه بتاعي خط الانترنت بتاعي. طب انا معرفوش، باجي هنا الاقي مكتوب اسمه هنا. في ناس بيكون عندها local area connection وفي ناس بيكون عندها ايثرنت، انا عندي local area connection، هكتب هنا local area connection ال a capital وال c capital، ضيف لي خط الانترنت ده في اليوزر كلاس اللي انا كريته اللي اسمه انترنت. المفروض ان انا بعمل انتر بيقول لي هنا successfully added، بس هنا بيقول لي ان الست كلاس اي دي دي not recognized، فيها مشكلة، فانا مش عارفة المشكلة هنا فيها فين بالظبط. ممكن مثلا الاي دي ديت الاي كابيتال والكلاس السي كابيتال مثلا، برضو لا
class ID يمكن مثلا في هنا مسافة environment variable class ID local area connection internet environment variable class ID local area connection internet not defined. انا مش عارفة هنا الايرور فين بصراحة، بس يعني انا كده عرفتكم الكوماند اللي بيتكتب علشان اضيف اليوزر ده جوه اليوزر كلاس اللي انا عملته، بحيث ان انا اعمل له استثناء ان يطلع بره الشبكة على كارت شبكة خاص بيه. تمام تمام في حاجة اسمها هنا لو عملت رايت كليك على اي بي فيرجن 4 هلاقي حاجة اسمها display statistics، دي علشان اعرف بيها عدد الرسائل اللي خارجة وعدد الرسائل اللي داخلة، يعني عدد الرسائل الاوفرز وعدد الرسائل الديسكفري وهكذا. اهي الديسكفريز 8، الاوفرز 8 وهكذا، بقى فيها مجموعة احصائيات كده ممكن تفيدنا، يعني ريفرش وكلوز. تمام، الحاجات دي الحاجات كل الحاجات اللي انا بشتغلها دي تعتبر داتابيز، يعني متخزنه في الداتابيز بتاعتي، فتحت اي ظرف لازم اخد منها باك اب علشان لو حصل لها حاجه يبقى عندي الباك اب بتاعها. تمام، فهي الفكره ان كل اللي اتقال دلوقتي ده خاص بالدي اتش سي بي رول، ازاي بكريت الرول من الاول اصلا، و بعد كده بقى بنتكلم عن شويه يعني شويه الحاجات اللي احنا واحنا شغالين في الرول بنضيفها، في شويه حاجات بنتكلم عنها زي الليس تايم وايه هو الليس تايم وايه هو الرينيو تايم ومين بيحط الرينيو تايم ومين بيحط الليس تايم. الليس تايم ده بيكون من السيرفر، لكن الرينيو تايم بيكون من الجهاز الكلاينت ذات نفسه. وعرفنا كمان ان اي جهاز علشان يطلب اي دي من الدي اتش سي اي بي من الدي اتش سي بي سيرفر بيبعت له ديسكفري، السيرفر بيرد عليه باوفر، بيرد عليه الكلاينت بريكويست ان هو قبل الاي بي بتاعه اللي هو اداهوله، و بعد ما سطبنا الدي اتش سي بي وكل حاجه واشتغلت وتمام ببدا ادخل جواها الاقيها ان هي تقدر توزع اي بيهات على مستوى فيرجن 4 وعلى مستوى فيرجن 6. الموضوع ده نقدر نعمله على فيرجن 6 بالمناسبة، يعني خلينا قبل ما نمشي كده نجربها. لو جيت هنا local area connection properties IP version 6 هلاقي اصلا هو شغال، المفروض ان انا اديله اي بي، لا انا هشغله بشكل اوتوماتيكالي واضغط اوكي اوكي كلوز واعمل ريفرش واجي عند السيرفر من تولز بفتح الدي اتش سي بي وافتح السيرفر بتاعي وافتح اي بي فيرجن 6 هعمل له ريفرش هو المفروض انه يكون ظهر، بس انا لسه عاملاها قبل الفيديو بس هي بتاخد وقت شوية معرفش ليه، يعني اللي هو بدل ما هو بيشتغل من فيرجن 4 يشتغل من اي بي فيرجن 6 كنت عاملاه من شوية. انا اسفه لازم نكريت سكوب الاول next هسميه مثلا سكو 2 مثلا بديله اللي هو 2001 البدايه بتاعتي
6 رينج. الرينج بتاعي، الرينج بتاعي كان من 1، انا مش فاكرة الرينج كان ايه بالظبط، بس انا ممكن افتكره يعني. هو بيقول لي لو انت عايز تعمل اكسكلود لرينج معين، انا هعمل اكسكلود بس لبتاع السيرفر، واقول له نيكست الليست تايم. تمام، عايز تاكتف السكوب دلوقتي. تمام، فينيش. ادي السكوب. الادرس ريليزز. الادرس ليزس مش ريليز. خلينا نشوف، هي بتاخد وقت على ما تنضف فيها شوية. خلينا نأكد على الخطوات تاني من هنا. local area connection properties IP version 6. خلاص هو تمام، شغال كده اوتوماتيكالي. تمام، كلوز. وهعمل ريفرش. انا لسه مجرباها قبل ما اسجل الفيديو، كانت متضافة فهي بتاخد وقت شوية. هو هنا مستثني منها 2000.001. تمام، reservation scope options. تمام، هو ما دام استثنى منها يبقى كده تمام. عايزين بقى الجهاز التاني يبان هنا انه اخد منه اي بي، عايزين الجهاز ده يشتغل انه اخد اي بي. خلينا مثلا نقول هنا ال IP version 4. عشرة زيرو واحد. تمام، ال IP version 6 بيتاخد automatically. تمام، اوكي. خليني نعمل لها ريفرش. هي القصة مش صعبة يعني، لأن هي كده كده كانت ظاهرة معايا. ثواني، ويندوز هاز detected an IP address conflict. Another computer on this network has the same IP address as this computer, contact your network administrator. تمام، لان انا كنت شغالة يعني براجع الخطوات دي قبل ما بسجل الفيديو، فبالتالي مش ايه حصل conflict فمش متشافة، لكن هي قبل الفيديو كانت ظاهرة يعني. فهي الفكرة كلها ان هي نفس النظام، بكريت سكوب، وبعد ما بكريت السكوب على اي بي فيرجن 6 بديله الرينج اللي انا هشتغل منه، ولو عايزة استثني منهم حاجة اعمل اكسكلود لحاجة، فطبعا بعمل اكسكلود بتاع السيرفر للاي بي بتاع السيرفر، وبروح عند ال بروح عند الكلاينت وبخليه ياخد اي بي فيرجن 6 بشكل اوتوماتيكالي. بروح اعمل ريفرش هناك، بلاقيه ظهر في الادرس في الادرس بول. تمام، طب عايزين نسأل سؤال.
احنا اتكلمنا عليها من شوية يعني، بس هنأكد عليها تاني. لو انا عاملة تو سكوبز عادية تمام، وقلنا لو احنا عايزينهم يشتغلوا مع بعض يعني تو رينجز من نفس السبنت، بحطهم في سوبر سكوبي بيشتغلوا مع بعض يعني. طب لو ما حطيتهمش في سوبر سكوب وجيت بعت ديسكفري، الديسكفري دي هتروح للسكوب الاولى يعني، اي كلاينت بعت ديسكفري للسيرفر، السكوب دي هتروح بعت ديسكفري للسيرفر، الديسكفري دي هتروح للسكوب الاولى ولا للسكوب التانية؟ السيرفر بيستقبل الديسكفري عموما على كارت النتورك اللي هو ال NIC، واحنا كنا حاطين عليه على الكارت النتورك بتاعي اي بي ادرس فيرجن 4 كام، 10.0.0.1 كاستاتيك صح. فالدي اتش سي بي ديسكفري جاتلي من ال NIC 10.0.0.1، يبقى هنوزع من الرينج الاول. طب لو عايزاه يوزع من الرينج التاني، يا اما امسح الاستاتيك اي بي ده واحط بتاع الكلاينت، يا اما شيل الاستاتيك اي بي بتاعه واحط استاتيك اي بي من الرينج بتاع السكوب التانية، او احط على السيرفر اكتر من خط نتورك او اكتر من كارت شبكة قصدي تمام، بحيث ان انا احط على كل واحد رينج زي ما ضربنا مثال دلوقتي بالشركة اللي فيها كل الموظفين موجودين في سكوب، موجودين قصدي على خط انترنت، والمدير لوحده موجود على خط انترنت تاني. فانا عندي كده خطين انترنت على ايه، على نفس الشبكة بتاعتي تمام. فهي الحالة دي الوحيدة بس اللي يقدر منها ايه، يقرا من يعني يقرا من رينجين اتنين تمام. ففي حالة ان لو التو سكوبز اللي موجودين عندي مش محطوطين في سوبر سكوب وجت ديسكفري، ببص على ال NIC كارت الشبكة بتاعي الاستاتيك اي بي اللي محطوط عليه ايه، وبناء عليه بشوف هودي الديسكفري دي فين على انهو رينج منه تمام. كده تقريبا يبقى احنا غطينا كل الدي اتش سي بي رول. ممكن يكون مثلا حاجة انا نسيتها او حاجة بسيطة مثلا، مش يعني حاجة ما خدتش بالي منها، بس كده الاساسيات بتاعت الدي اتش سي بي رول كلها يعني شبه وضحت.